رحمه الله: ونعت غير واحد إذا اختلف. قال: نعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه. تقول: جاء رجلان شاعر وكاتب، لا يجوز أن تقول شاعران لأنهما مختلفان، ولا تقول كاتبان لأنهما مختلفان. ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه، لا إذا اختلف. فإن كان وصفهما واحدا انعتهما بلفظ واحد، فتقول: جاء رجلان شاعران، أو جاء رجال شعراء، وجاءت نساء ماهرات، لا إذا اختلف. ونعت معمولين وحيدين معنى وعمل جانبين. نعت معمولي وحيد معناه وعمل أتبع. مثال ذلك: جاء زيد وقدم عمرو العاقلان. العاملان معناهما واحد، معناه جاء وقدم واحد، ومعمولهما واحد، فاعل فاعل. بخلاف قدم عمرو وانطلق خالد، تقول: الكاتبين، تقطع، لأنه وإن كان معمولهما مرفوعا لكن المعنى مختلف، قديم وانطلق. وكذلك إذا اختلف المعنى والعمل، نحو: جاء زيد وأكرمت عمرا العاقلين، لابد من القطع، والقطع لك فيه طريقتان: لك أن ترفعه على أنه خبر مبتدأ واجب الحذف، ولك أن تنصبه بتقدير أعني أو أقصد ونحوها. ونعت معمولي وحيد معناه وعمل أتبع بغير استثناء. وإن نعوت كثرت وقتلت مفتقرا لذكرهن واتبعت. إذا كان المنعوت لا يتعين إلا بجميعها، عليك أن تتبعها جميعها، فتقول: مررت بزيد الخياط التاجر المعلم. إذا كان بالبلد قد شارك في البلد زيد تاجر وخياط، وزيد تاجر ومعلم، وزيد خياط ومعلم، لا يعرف إلا بجميعها، لا يتعين إلا بجميعها، عليك أن تتبعها جميعها. أنا أقول: وإن نعوث كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبع. خلاص، وقطع أو أتبع يكون معينا. إذا كان يتعين بدونها أو بدون بدونها أو بدون، لك أن تقطعها جميعها وتقطع بعضها. إذا كان في البلد زيد واحد وهو خياط وتاجر ومعلم، لك أن تقول: مررت بزيد التاجر الخياط المعلم، أو التاجر الخياط المعلم، أو التاجر الخياط المعلم، ولك أن تقطع، ولك أن تتبع بعضها كما تريد، إلا أنك عليك أن تجعل التابعة مقدما، تقول: مررت بزيد الخياط التاجر المعلم. واضح؟ الذي قررت أن تتبعه لمنعوت قدمه. واضح؟ أنا التاجر منصوب يعني أو أخص يعني يعني منصوب يعني يعني إضمار فعل، لا يظهر، لا يظهر، يمتنع إذا كان الناس المقطوع ترحما أو مدحا أو ذما، فإن كان غير ذلك جاز ذكره. قال: أو بعضها أقطع من تقول: مررت بزيد التاجري، أتبعت التاجر الخياط المعلم. إذا قال تقرر أنك سوف تقطع، لك في القطع طريقتان: تقول: مررت بزيد الخياط خبر لمبتدا واجب الحذف، ولك ان تقول: مررت بزيد الخياط عن الخياط. في هذا ذكر العامل جائز لا واجب، تقول: حذف العامل جائز لا واجب، تقول: مررت بزيد عن الخياط. لكن تقول: استعذت بالله الرحيم، الحذف واجب عن الرحيم، من الشيطان الرجيم، الحذف واجب، تصدق على الفقير المسكينة. إذا كان النعت المقطوع ترحما أو ذما أو مدحا يجب إضمار أعني، لا يجوز ذكره. الباقي إذا كان غير ذلك غير هذه الثلاثة يجوز ذكره. قال: إذا كان العامل واحدا، إذا كان العامل واحدا وله أكثر من معمول، ففي ذلك فذلك ثلاثة أقسام: ما كان فيه توجه العامل إلى المعمولين متحدا، تقول: جاء زيد وعمر، جاء تطلبهما مرفوعين والجهة واحدة الفاعلية، لكن تقول: جاء زيد وعمر العاقلان بالإتباع، ولك العاقلين لا شيء فيها. وإذا تعدد المنعوت وكان واختلف
طلب العامل له من جهة مساء. لا ما يشرب حسن ما لا يشرب جزاك الله. وإذا كان اتحد توجه العامل لهما من جهة المعنى واختلف من جهة له فيجب القطع. نحو خاصم زيد عمرا العاقلين. خاصم العامل واحد في المثال الأول قلت لك قدم زيد وانطلق عمرو. العامل مختلف هنا العامل واحد والمعمولان مختلفان. فإذا اتحد عمل العامل فيهما وجهته لك الاتباع. نحو جاء زيد وعمرو العاقلان العمل ورفع والجهة واحدة الفاعلية. فإذا اختلفت الجهة من جهة اللفظ واتحدت من جهة المعنى يجب القطع. نحو خاصم زيد عمرا العاقلين. الحقيقة أن كل منهما مخاصم ومخاصم. خاصم زيد اللفظ مختلف لكن المعنى واحد. وإن اختلفت نسبة المعنى إليهما من جهة المعنى واللفظ فليس كذلك إلا القطع. نحو أكرم زيد عمرا العاقلين. توجه العامل إليها مختلف أحدهما فاعل والآخر مفعول. واللفظ مختلف أحدهما منصوب والآخر مرفوع. طيب أقرأ يكثر في العربية حذف المنعوت وبقاء النعت مقامه إذا كان المنعوت مرفوعا. نحو جاء مجتهد طالب مجتهد أو منصوبا رأيت مجتهدا أو مررت رأيت مجتهدا طالبا مجتهدا أو مررت بمجتهد أو مرفوعا نائب الفاعل مثل أكرم مجتهد. هذا كله جائز. وكذلك يقولون يحذف المنعوت ويحل النعت محله إذا أمكن تلقيه للعامل بأن كان مفردا والمحذوف مرفوع أو منصوب أو مجرور. واضح؟ أو كان النعت جملة والمحذوف خبر وفي الجملة رابط تقول أنت يكرم زيدا. غريب هذا اللفظ. قال بعض الأندلسيين جائز ركيك أنت يكرم زيدا التقدير أنت رجل يكرم زيدا. لأن الجملة تقع نعتا الجملة تقع. أو كان المنعوت بعض المجرور من أو في تقول وصلنا إلى البلد منا وعنا ومنا أقام منا فريق وعنا منا فريق بعض مجرورنا بعضنا. يقص منا وعنا فريق بعض منا. إذا كان المنعوت بعض مجرور من أو في فيك قول الشاعر لو قلت ما في قومها لم تيثمي يفضلها في حسب وميسمي. لو قلت ما في قومها أحد لم تيثمي يفضلها هي النعت والمنعوت وهو أحد حذف لأنه بعض مجرور في. هذا كثير في اللغة العربية حذف المنعوت ويبقى النعت. أن يعمل سابغات دروعا سابغات. أما حذف حذف النعت ويبقى المنعوت هو قليل كقول الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك أي الناجين وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كل سفينة صالحة. وقول عباس بن مرداس السلمي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال أتجعل نهبي ونهب العبيد من دون عيينة والأقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعين. لم يكن أبواهما يفوقان أبي. وما كان حصن أبو عيينة ولا حابس أبو لقع يفوقان مرداس وهو أبو المتكلم في مرداس. وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع. قال رضي الله عنه قال وقد كنت في الحرب لا تدرى فلم أعطى شيئا ولم أمنع شيئا نافعا. هو وضي 50 من الإبل. هذا من قبيل حذفي الناتي وبقاء المنعوت بارك الله فيك. وكان وراءهم ملك يأخذ كل السفينة وأصبح
الترضي كل سفينة صالحة. لو كان يأخذ كل سفينة ليس هناك فائدة من خلق السفينة سوف يأخذها. قد يحذفان معا كقول الله عز وجل ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جزاك الله خير، ثم لا يموت فيها أي حياة نافعة، لأنه بعد الموت لابد من حياة وموت، وهذا داخل في قوله وما من المنعوت والنعت عقل يجزو عنه. فإن علم المنعوت حذف، وإن علم النعت حذف، وإن علم معا حذف معا، واضح؟ قال ورب أسيلة الخدين بكري، ورب أسيلة الخدين بكري، رب أسيلة الخدين بكري مهففة لها فرع وجيد، لكل إنسان شعر ورقبة لها فرع فاحم وجيد طويل. حذف حذف النعتين وهذا أقل، وهو معنى قريب مالك، وهو معنى قريب مالك، وفي النعت يقل ذلك، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.